دكتور. أهلا بحضرتك. لو سمحت من فضلك أنا بسأل، أنا مريضة ربو مزمن. ربو مزمن، من إمتى يا ست كل؟ من إمتى الربو؟ نعم؟ من إمتى الربو الشعبي ده؟ ده من وأنا عندي مثلا 3 سنين أو 4 سنين. وحضرتك عندك كام سنة دلوقتي؟ 54. بتاخدي بخاخات ولا بتاخدي إيه؟ بخاخات. بيحصل ورم في رجليكي؟ أحيانا. نهجان كتير؟ نهجان مع المجهود، بس ده من زمان، من وانا صغيرة برضو يعني. بتزرقي؟ لونك بيتغير؟ لا لا لا. طيب ايه السؤال؟ السؤال، انا يعني الفترة السنة اللي فاتت دي كلها كنت يعني في ألم في الناحية الشمال، حاجة تقيلة وبرضو ببقى مسمعة في ظهري، خاصة بالليل آخر اليوم، ولما بصحى الصبح أول حاجة بنتبه عليها بحس بقلب، يعني بحس بضربات القلب، الضربات سريعة. الأعراض دي دلوقتي اختفت شوية، أنا كنت يعني مهملة شوية في علاج الربو في الفترة الأخيرة. بدأت علاج من حوالي 4 شهور مع بخاخات، مع أنا كنت بعتمد على مساعدة الشعب بس. لما بدأت العلاج أخذت بخاخات جديدة والأعراض دي خفت. فرقت معاكي كتير البخاخات الجديدة، الأنواع الجديدة؟ نعم، البخاخات الأنواع الجديدة فرقت معاكي كتير في الأعراض. الأعراض اللي هي الألم تحت الصدر بالظبط، بتبقى مسمعة الظهر. ما عملتيش رسم قلب؟ نعم. ما عملتيش رسم قلب؟ عملت من 4 سنين كده تقريبا. لا، لازم دلوقتي طالما بقى في وجع في صدرك، وطالما في ضربات قلب، بتحس بقلبك بتقولي لما بتصحي، لازم نشوف النبض بيبقى سريع ملخبط. لازم تعملي موجات صوتيه على القلب، لان العلاقه بين الرئه والقلب علاقه تفاعليه. القلب يؤثر على الرئه والرئه تؤثر على القلب بحكم الجوار. يعني دايما انا بتامل في الايه الكريمه، الم نشرح لك صدرك. الصدر، القفص الصدري اللي هو عباره عن الضلوع وعظمه القص في النصف، والضلوع تلتف الى الخلف في العمود الفقري، دي حمايه جميله جدا للقلب والرئتين، ويتمدد وينشرح مع الشهيق وبعد كده ينكمش مع الزفير. القلب متعرض لهذا الشهيق وهذا الزفير وهذا الاتساع وهذا الشرح وهذا التضييق. لكن الناس اللي عندها ربو شعبي بتبقى عملية الانشراح في الشعب الهوائية مش مرنة، فبيحصل بعض الأحيان ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي تأثر على البطين الأيمن، وأحيانا أدوية الربو الشعبي بتلخبط كهربة القلب وممكن تعمل قصور في الشرايين التاجية. عشان كده مهم جدا المتابعة مع طبيب القلب في حالات الربو الشعبي المزمنة اللي بقالها سنين زي كده، أكتر من 50 سنة.